يعرفون محمد صالح المرموري عن قرب، وقضوا معه الكثير من الوقت فوق الحلبة وخارجها يتحدثون عنه. كنا ننتظر منه برشا حاجات. الحاجة اللي يمتاز بها محمد صالح المرموري هي العزيمة والقوة بتاعه. كان مثال أكثر من جوز أولمبيك الأخرانية اللي كنت على أتلانتا. لكن يبقى اسم المرموري كبير. اسم المرموري يكفي للتونسي أن نقولوا له مرموري. نعاود نأكد على قيمة الإطار الفني التونسي. محمد صالح المرموري غني على التعريف ونعرفوه موجود البرة. لكن التاريخ يحفظ شنو عمل محمد صالح المرموري. تحية للأسامي الكبيرة سي محمد صالح المرموري، أيضا محمد صالح المرموري اللي مش قاعدين نلقاهم هنا خاطر حاشتنا بالبوكس باش ترجع الشاغمة نتاعها. يشرفني أن أتولى تقليد البطل الملاكم المرموري. حقيقة محمد صالح المرموري معناها من أحسن الملاكمين، ثم معناها من أربع الملاكمين الباهين في العالم. المرموري طلعت فوق منين طلعت دي راجل صور مع شامبيون دي موند، في شامبيون دي موند في روسيا. تعرف كي جاي كي ربح كوبا، ربح كوبا وقتها قال يعني كان ربح كوبا هذه وخصمي كانوا معناها كذا، يعني تونس لو وصلنا حوايج عند البوكسور راه رجع. علاش؟ لأن المرموري أنا كي جيت نسأل عليه قال لي واحد من الزملاء قال لي خمجها بالبطولات، البطولات الكل يعرف والتتويج الكل يعرف. المرموري قوي ومعمل القوة نتاعو ومعمل الثقة نتاعو. الملاكم التونسي محمد مرمور ملاكم عالمي في الركن الأحمر والزي الأحمر. الأسطورة محمد صالح المرموري في أولمبياد 96 أمام الملاكم الأمريكي. يعني الجامعة التونسية مرموري برشا أسامي البرا برشا عنا محمد صالح المرموري. يعني والله ان شاء الله هو انا حكيت مع رئيس الجامعة السيد عمر الحمزاوي قال لي عنده حتى فكرة هو باش يحاول انه يتصل بالإطارات الفنية التونسية العاملة بالخارج. محمد صالح المرموري القردة الذهبية في باريس 97، محمد صالح المرموري رماه في أتلانتا 96. كلمة نقولها ولو انا في الرياضة نحبوش نقولها، ظلم المرموري رفع راية الملاكمة التونسية. نقولها بصراحة، المرموري يلقب بقائد المنتخب، المرموري يلقب بصاحب، مش يلقب، هو صاحب الميدالية الذهبية الوحيدة في باري. We were riding through the woods with our bikes. We got scared when it got darker at night. Cause everyone was missing safety lights. So we tried to use a flashlight as a guide. And now I'm standing in an overcrowded train, picturing the times we had.